تعالوا نشوف ردود افعال جمهور النادي الاهلي بعد الهزيمه دي، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. يلا بينا. ما فيش رأي يتقال الصراحة، يعني حضرتك بتلعب بتلاتة هجوم أبطأ من بعض، مش فاهم. يعني احنا بنلعب لحد الدقيقة مثلا في حدود 65 كده 10 لعيبة، اللي هو أجاي ما جاش أصلا. عندك رمضان ما مش عارف، ما لا تعليق. أنا شايف إن واحد زي معلول ده اتذبح وسط الخطة دي، واحد زي حسام عاشور ده ما لعبش ليه؟ طب أنت عايز تقفل الملعب، قفلت الملعب هتلعب بمين سنة ألعاب؟ النتيجة النهاردة غير متوقعة، الاهلي تخزي الجامد واللعيبه لعبت لعبه مش متوقعينه خالص، والفرقه النهارده مش الاهلي. ماتش ايه ده؟ ماتش مش ماتش، ده حفله. لا النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي خالص، الناس عارفاه. بس بصراحه فرقه تقيله، صن داونز فرقه تقيله. واقول لك على حاجه، الزمالكاويه كلهم كانوا متوقعين، لكن الاهلاويه اللي عنده بقى ثقه زياده. ايه الثقه الزياده اللي عملت كده؟ ماتش يعني دون ادنى مستوى، يعني ماتش يعني معنويات اللعيبه النهارده في النازل خالص، يعني ومفيش لعب اساسا يعني. وعندك التغييرات كلها برضو، يعني التغييرات مش في محلها، زي اوجاي مثلا مش مكانه. بس يعني فان شاء الله يعني ممكن نعوض ان شاء الله الماتشات اللي جايه. ليه بادئ ب 4-3-2؟ طب انت يعني انت خايف من ايه؟ فين صانع الالعاب؟ ناصر ماهر ضعيف، ناصر ماهر ما يلعبش كوره، ناصر ماهر مش قد تيشيرت النادي الاهلي، يسيبه ويمشي. صالح نازل غير لك ماتش الاتحاد اللي فات، انت شفت نقطه ضعف ونقطه قوه بتاعت ماتش الاتحاد، ايه هي؟ ناصر صانع الالعاب. لما طلع ونزل رمضان صبح وصالح جمعه غيروا الماتش، خلاص ابدا بيهم، العب بيهم، عندهم روح، عندهم عزيمه. انت خايف ليه؟ انت الاهلي ما جيتش، انت الاهلي ما جيتش. اسال عندك اللي في استوديو مين الاهلي، اسال عندك اللي في استوديو مين الاهلي. هو طبعا ماتش يعني ده مش الاهلي، دي اول حاجه. قبل الماتش الجاي المفروض يفتحوا التتش، ازاي لعيبه بالمستوى ده تلعب في النادي الاهلي؟ احنا مش نادي صغير ان المفروض يحصل فيه كده. يعني ازاي فريق يخسر؟ يعني احنا الاهلي نخسر خمسه؟ يعني احنا اكبر فريق المفروض في مصر وفي افريقيا، المفروض يعني الماتش ده يعني تحس ان انت لسه اصلا الماتش ما ابتداش. نتيجه غير متوقعه طبعا، يعني احنا مش عارفين نقول ايه. الجماهير كلها طبعا زعلانه، طبعا ماتش دون المستوى الفني ودون المستوى الادائي. طبعا اللعيبه كلها بتعمل حاجات غريبه في ارض الملعب. المدير الفني ما لحقش يعمل تغييرات الا في بعد ما دخل فيه الجونين. طبعا الكلام ده كله كان غلط جدا، وجي على الاهلي بخساره كبيره جدا زي ما شفنا الشوط الثاني. بس هي المشكله كله المفروض ان هو كان عامل حساباته، كان عامل المفروض ان هو دارس الخطه، وان هو كان عامل حساب ان هو يروح يلعب صن داونز، وهو كان معتمد على ان هو يلعب ماتش العوده. طب هو دلوقتي خسر 5-0 في ماتش العوده، هيعمل ايه؟ نلعب لعب عشوائي، ما ينفعش الاهلي كده نلعب اللعب ده. والاهلي فريق كبير يعني، وطول عمرنا بنلعب لعب رجوله، وما ينفعش مروان محسن ما عندنا هزاره نلعب بهزاره. ويعني ما ينفعش النادي الاهلي يعني نلعب برجوله في النادي الاهلي، ما ينفعش كده. والحمد لله وان شاء الله نعوض في الماتش الجاي.